صاحب السمو الملكي بعد مرض طويل، وإن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة والأزمة في يوغوسلافيا. أهلا بكم. العلاقات المغربية الإسبانية تدخل عهدا جديدا، وذلك بعد التوقيع وبإقليم الحجب نظم حزب الحركة الوطنية جريا على عادتها كل سنة في مثل هذه المناسبة. Abdullah Aourik, un artiste, un voyageur, pas comme les autres. Info soir, Mohamed Bhiri. Il s'appelle Abdullah Aourik. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il serait temps que nous fassions connaissance à notre tour avec ce peintre marocain dont la signature est... Assalamu alaikum wa rahmatullah. إذن الحدث اليوم من القصر الملكي وتعيين الحكومة الجديدة. فقد استقبل صاحب الجلالة أهلا بكم في أخبار الظاهرة. بداية مع الأخبار التي وردت هذا الصباح من الجزائر. 3 فرنسيين تم اختطافهم. بوجدة ندوة علمية حول نظم الكراء في القوانين المغربية ومقارنتها بالتشريعات الأخرى. بطنجة المؤتمر الثاني للمرشدين السياحيين، فرصة للتوعية بشروط إنعاش النشاط السياحي. أسعد الله أوقاتكم. نستهل هذه النشرة من مدينة وجدة التي كانت إلى غاية يوم أمس على موعد مع ملتقى علمي حول نظم الكراء في القوانين المغربية ومقارنات بينها وبين Les causeries religieuses présidées par Sa Majesté le Roi Hassan II reprennent ce soir. Près de 500 000 Tchétchènes votent depuis ce matin pour désigner le successeur de Doudaïev et leur représentant au Parlement. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Reprise aujourd'hui du cycle des causeries religieuses organisées à l'occasion du mois sacré. Hola, buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a esta primera edición de esta nueva semana. En nuestras anteriores ediciones les hemos informado de la estancia entre nosotros del presidente de la Asamblea. Thank you.
Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a donné ce matin à Rabat le coup d'envoi de la deuxième campagne de solidarité. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولى رشيد زاول اليوم بوضع الحجر الأساسي لبناء إقامة. سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الثامنة وهذه أبرز عناوينها. صاحب الجلالة يعطي انطلاق الأسبوع الوطني الرابع للتضامن ويوجه كلام بعد. مساء سعيد. تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله انطلقت هذا اليوم بمدينة بتها مهمة ومتنوعة عن هذه الفنانة والإعداد لمعرضها الثاني ودرجور بورتريه لعبد الرحيم بن شيخي وسمير. نهاية هذه النشرة نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. جليلة هذه التلفزيون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في نشرة الظهيرة. Bonsoir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Telediario. أزول إثمتنا سويت. سلام الله عليكم مشاهدين، أهلا بكم إلى النشرة الرئيسية الأولى تتابعون فيها. الإحالة الملكية السامية لبعض المقترحات المرتبطة بالمناخية. أهلا بكم من جديد. مستهل النشرة. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30. Voici les titres du journal. Révision du code de la famille, la saisine royale du Conseil Supérieur, une saison à succès. Avant le développement de ces titres, ce communiqué du ministère de la Maison Royale du Protocole et de la... ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo de noticias en español, que comenzamos con la noticia... بركات غن مقارنة سيمد نياضين الدغي صرف نضرت بتخنق الناس وقل الجاز لدي السفاغي مثل
وكل ذلك بغاية تهيئ موعد إخباري يومي بكل مواصفات نشرة إخبارية مهنية. نشرة الأخبار مباشرة من قناة العيون اللاجئة. أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة إخبارية. أسعد الله مساكم مشاهدي الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض. أسعد الله مساكم مشاهدي الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون. وإليكم أبرز العناوين. سنتابع بإذن الله ضمن نشرتنا لليلة استعدادا لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2020. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الحاكمة العامة لكندا